يعطيكم الصحة والعافية، معكم أحمد بوعريكي، منتج مختلف من نوعه عندي على القناة. راح يكون 5G هب الأول من نوعه. هذا المنتج أكيد راح يكون متوفر عند شركة زين وبشكل حصري، فإذا كنت حاب تعرف تفاصيل أكثر حق المنتج، أو في حالة إذا أنت كنت بتشترك مع خدمة 5G من خلال شركة زين، تأكد تشوف الرابط اللي موجود تحت. الحين أول شيء براويكم شنو داخل العلبة، لأن العلبة ملغومة، وعجبني صراحة الباكيجينج، بالذات الورقة هذه الشفافة اللي موجودة هنا من فوق عشان تعرفك على المنتجات اللي موجودة. بس خلينا نبلش حبة حبة ونشوف شنو داخل العلبة. أول شيء راح يكون عندنا أكيد الكتيب الخاص بالمنتج، مثل ما أنتم شايفين powered by HTC، لأن هذا راح يكون هو نفسه ال HTC 5G Hub، صار متوفر الحين عندنا إحنا بالكويت وبشكل رسمي مرة ثانية حصريا مع شركة زين. فأول شيء راح يكون عندنا إحنا الكتيب، بعدين أكيد الخط مالك اللي راح يكون حق ال 5G، بعدين عندنا هنا راح يكون الريموت الخاص حق ال 5G Hub عشان تقدر تستعمله أنت من بعيد، وعندنا هني مثل ما انتم شايفين بلاي ستيشن 4 كنترولر عشان تقدر تشبكها انت على الهب حق الالعاب، راح اراويكم بعد شوي شلون تقدر تسوي هالحركه. عندنا بعدين هني سلك HDMI ل HDMI فول بورت عشان تقدر تشبك مره ثانيه ال HTC 5G هب لمثلا التلفزيون. عندك طبعا التايب سي، لانه هو راح يكون كله عن طريق المنفذ مال التايب سي، والادابتر هني راح يعطيك تايب اي تايب سي، رجع لك اياها مره ثانيه حق باور اوتلت والHDMI مع السلك اللي توه موجود هنا عشان تقدر انت تشبكه على التلفزيون. واخر شيء راح يكون موجود داخل العلبه وهو اكيد ال HTC 5G هب، مثل ما انتم شايفين هم بعد براندد مره ثانيه من شركه زين. فالعلبه مثل ما قلت لكم راح تكون ملغومه، كل الشغلات اللي انت راح تحتاجها راح تكون موجوده داخل العلبه علشان تقدر تمكنك انك انت تستعمل المنتج على طول بدون لا تحتاج انه يكون عندك شيء اضافي. هم تاكد ان داخل العلبه تشيك على ال SD كارد اللي راح تكون موجوده، لان فيها بري انستولد ابلكيشنز مع جيمز تقدر تشغلهم عليها عشان تقدر من اول ما تشغل المنتج انترتينمنت. فخلنا نمشي حبه حبه، خلينا نشوف اول شيء ال HTC. ال HTC 5G هب راح يكون منتج مختلف مثل ما قلت لكم، حجمه صغير لان الناس وايد لما شافت بلاي ستوري الكرتون الكبير على بالهم انه الراوتر راح ياخذ لك المساحه هذه كلها. مواصفات على السريع نعطيكم على ال HTC 5G هب، راح يكون معالج كوالكوم سناب دراجون 855 مبني على معماريه 7 نانومتر، راح يجيك مع المودم مال ال 5G ال X50 اللي يعطيك سرعات ال 5G. الشاشه اللي راح تكون موجوده هنا على الديسبلاي راح تكون 5 انش، وراح يكون دقتها HD، وعندك مكان حق النانو سم مثل ما قلنا حق ال 5G، راح يدعم لك كل الانماط مالت الواي فاي من ال A, B, G, N, A والاي سي والاي دي سوري، وبعدين عندك بلوتوث اصدار الخامس، عندك هنا 4 جيجا رام و32 روم ذاكره تخزينيه، عندك مكان حق المايكرو اس دي سلوت عشان كذي في هنا ميموري كارد عشان تسوي لها اكسبانشن. البطاريه راح تكون فوق ال 7600 ملي امبير، 7660 بالتحديد، تايب سي كويك تشارج اصدار الثالث مع باور دليفري 9 فولت على 2 امبير، غير الجيجا بايت ايثرنت واليو اس بي تايب سي 3.1 مثل ما قلنا، ووزنه راح يكون 340 جرام، فتقدر تستعمله انت بشكل ثابت كون ان في عندك انت الحين ايثرنت، راح تقدر تستعمله بشكل متنقل كون ان انت في بلتن باتري، فتقدر تشبك عليه اكثر من 20 جهاز. الحين حجم الراوتر مثل ما انتم شايفين وايد وايد صغير، حلو، وايد وايد حجمه مناسب. في سماعه دار مداره، لازم اتاكد شلون هي، هل هو مكان الفابريك اللي هني، ومثل ما قاعد تشوفون في مكان كانه حق هم بعد تهويه حق الجهاز، وحجمه صغير مثل ما انتم شايفين، فتقدر تستعمله كراوتر متنقل اي مكان تبي تروح، وهم تستعمله كراوتر ثابت كونه هو يعطيك اللان ويعطيك هم بعد دي سي ان، فراح يكون اكيد داخل بالعلبه وياه كتيبات، بعدين كاهو عندك انت البلاك ماله راح يكون دي سي علشان تقدر انت تركب البلاك ماله بالكهرباء وتستعمله بالبيت بشكل ثابت. عندك تايب سي موجود هنا عشان تقدر انت تركب اشياء اللي تحتاجها، مثل ما قلنا راح يكون عندنا هنا الدونجل اللي يحطوا لك اياه شركه زين داخل علبه بالباكج او البندل علشان تقدر تستعمل انت HDMI اوت، مره ثانيه يعطيك تايب اي اذا تبي تركب انت مثلا فلاش ميموري، ورد لك التايب سي اللي يحط لك اياها بالدونجل نفسه. وفي عندنا هنا مكان اكيد الدرج علشان تقدر انت السيم كارد تري او الدرج مال الشريحه والمايكرو اس دي كارد عشان تقدر تركب انت ذاكره خارجيه. الحين الجهاز شاشه 5 انش موجوده من قدام، في عندنا هنا فابريك الملمس ماله نوع من القماش يعطي شكل حلو وملمس هم كشخه كانه هو قطعه من الاثاث تكون موجوده عندك بالبيت، المفروض هو يكون بهذا الشكل لما انت تحطه،
فشكله وايد وايد حلو. وعندنا هني من قدام راح يكون في مايكروفون طبعا راح يكب خاصيه الاولويز اون عشان يسمع لما انت تعطيه هوت ووردز لما تتكلم انت عشان هو يلقط لك الاوامر. وفي عندنا زر واحد موجود هني من فوق اذا ضغطناه راح يشغل لك الشاشه مثل ما انتم شايفين 5 انش مثل ما قلنا. وكون انه هو اتش تي سي نظام تشغيل مال اندرويد اكيد راح يكون السكن مال اتش تي سي موجود هني عشان تقدر انت تتنقل ما بين القوائم حق الشغلات اللي انت تبي تسويها. والشاشه طبعا راح تكون تاتش لان هني كل الديكتيشن اللي انت راح تسويه من ناحيه شلون تتعامل مع الجهاز راح يكون عن طريق اللمس. الحين باقي الامور خلينا نخليها على جنب. باقي الامور راح تكون موجوده عندنا احنا هم بعد بالعلبه راح تكون البلاي ستيشن 4 كنترولر لان راح تقدر تشبكها انت عن طريق البلوتوث مع ال HTC 5G هب وتصير تلعب العاب. وتبي تلعب على شاشة 5 انش كيفك بس لان انت راح تقدر تشبكها عن طريق ال HDMI على التلفزيون الموجود عندك انت في البيت فتقدر تلف محتوى اللي انت تشوفه هنا على الشاشة. فيدة البلاي ستيشن ممتاز ان هي تكون موجودة عشان تقدر تلعب الالعاب اللي انت تبيها. ومثل ما قلنا راح يحطوا لك هم الدونجل داخل العلبة اللي تحتاج ان يكون فيها HDMI out وحط لك سلك HDMI وعندك تايب سي وعندك تايب اي عشان تقدر تركب فلاش ميموري اذا انت كنت تبي من الجهاز وكون ان الجهاز شابك على التلفزيون يبثك المحتوى على التلفزيون. الحين اذا هالامور هذه كلها انت ما تهمك وتبي كراوتر متنقل او كراوتر عادي ثابت في البيت راح يعطيك امكانيات وايد كبيره. مثل ما قلنا راح يجيك بمعالج سناب دراجون 855 معناته راح يجيك بالاكس 50 من ناحيه المودم اللي راح يدعم لك ال 5G اكيد هم بعد في 4G 2G و 3G وهذا الشيء راح يساعد من ناحيه تنقل السرعات اللي انت ممكن تحتاجها. الواي فاي هوت سبوت اللي راح يعطيك اياها راح تقدر تشبك عليها 20 جهاز فانت تقدر تستعمل هذا المنتج حقك في البيت كون انه هو يعطيك امكانيه انك تشبك عليه اجهزه وايد كثيره او تستعمله حتى في الدوام يكون هو الهب مالكم في حاله انت كنت براوتر يدعم لك سرعات عاليه او تقدر تستعمله كستريمينج هب من ناحيه السرعات مال الانترنت مره ثانيه حق اجهزه الفي ار. هذا شيء ثاني اتش تي سي هم بعد وايد متوسعه فيه فتقدر تلعب العابك مال الفي ار الستريمينج اللي تحتاجه العالي حق الليتنسي عن طريق هذا الهب وتقدر تحصل سرعات وايد قويه. بس اذا انت راح تستعملها كهب هم حاطين لك شركه زين داخل العلبه مع البندل اكيد الريموت كنترول اللي تقدر تشبكه على الجهاز وراح يعطيك الامكانيه ان انت تستعمل الريموت من بعيد فما لازم تكون انت لاصق من الجهاز حق اي شيء انت تحتاج انك تسويه انك لازم تلمس الشاشه عشان تعطيها الاوامر. لا تقدر بكل بساطه عقب ما تثبت انت ال HTC 5G هب مع التلفزيون ديك الساعة تضبط انت الريموت مالك راح يكون موجود براندد اصلا مع شركة زين لمسة حلوة وتتحكم بالجهاز مالك من بعيد. وهم بعد في حالة انت كنت تحتاج انك تحط ديكتيشن مع فول كيبورد راح يكون موجود على الريموت انك انت تقدر تحط فول كيبورد حق مثلا دشيت نتفليكس او اي شيء ثاني من الخدمات الثانية اللي انت تبيها علشان تقدر تستعمل هذا المنتج على التلفزيون. الحين كون الجهاز حصري مع شركة زين حاطين لك خوش عرض معاه في حالة انت كنت راح تاخذ هذا الباكج انه في حالة انت اشتركت وطلع وياك ال HTC Hub 5G راح يطلع لك هم بعد اشتراك شهرين مجانا حق ويفو امازون برايم وانغامي فتقدر تستفيد هم بعد من هذا العرض في حال اذا انت قررت انك انت تستثمر بهذا المنتج. اوكي عقب ما استخدمناه الحين كم يوم اقدر اقول لك بكل صراحه ان هذا المنتج راح يحل لك اشياء وايد كثير ممكن تكون موجوده عندك بالبيت. من اسمه هب واضح انه هو موجه انه هو يحل لك منتجات وايد كثيره هي تكون موجوده عندك في البيت نفس الميديا ستريمر جيمنج سوليوشن او حتى الراوتر مال الانترنت. وهذا المنتج يعطيك هذه الامكانيات كلها بمنتج واحد راح تقدر تشبك عليه فوق ال 20 جهاز عشان يحصل واي فاي ليتنسي عالي من ناحيه السرعات لانه يدعم لك ال 5G غير انه هو في بلتن اوبريتنج سيستم فيدعم لك منصه اندرويد والخدمات اللي انت متعود عليها من ناحيه مره ثانيه الستريمينج او الالعاب قاعد اتكلم عن امازون ويفو او حتى نتفليكس او العابك نفس كول اوف ديوتي فورتنايت او حتى البوب جي. فهذه الامور كلها لما تاخذها بعين الاعتبار مع الريموت البندل اللي حطوا لك اياه شركه زين وبلاي ستيشن 4 كنترولر عندك جهاز متكامل من ناحيه الانترتينمنت او الترفيه ويحل لك مره ثانيه مكان مو بس الاجهزه هذه يحل لك مكان حتى الراوتر وسرعات عاليه على خدمه ال 5G. والحلو في الموضوع ان هذا ما راح يكون بس انه تثبته في البيت تقدر تاخذه معك اي مكان كون فيه بطاريه 7660 ملي امبير كون انا حجمها كبير بشاشه صغيره تقعد وياك يومين يومين ونص على شحنه واحده. لما تيجي تركبها انت على التلفزيون طبيعي راح تحطها على شاحن فمن الناحيه هذه ما راح تحاتي اذا سعه البطاريه تكفي انه هو يكون راوتر متنقل. فزين هب 5G من شركه HTC يحل لك اماكن اجهزه وايد كثيره ويعطيك تجربه مختلفه حق الترفيه وبنفس الوقت الكونكتيفيتي. وبس طبعا على طال الكسور سلامتكم تعيشون احمد بوعريكي فما الله الكريم.